افرضه انت مين؟ زهر نوار. نورت. على صالة فيه. وسيم افندي بعتنا مرسال. عوفي يا شباب. الله يعافيك. كنت تحبه لبياك؟ كنت حبه وبعدنا لهلأ بحبه، يا ريت بعده عايش. ما كان يصرخ عليك ويضربك؟ كان كتير يحبني، كان لعبني هو نسرين أنا وصغير. ما هيك نسرين؟ بعدك واعي؟ صورة وجهه ما بتروح عن بالي. بيي ولا مرة لعبني، كان دايما يصرخ علي ويضربني كمان. عندي أنا ما حدا بيسترجي زعلك بكلمة. شكرا يا خليل، شكرا لك مني ومن هالشباب. سلم على الأفندي. تسلم انت وهالشباب. صار لازم امشي، بعد شي ساعتين بتغيب الشمس. بكون احسن اذا بتوصل عضو. وسيم افندي بده يبعث لكم موني. شو الاصناف اللي بتردوها؟ ولا شي ابدا. ما عايزين شي. عم بيوصلنا موني من مسافه شي 150 كيلومتر، في ست غنيه كتير عم تبعت موني لهالشباب، وكل فريق عم بيزيد عنده بيبعت للفريق اللي عايز. يعني ما عايزين شي؟ ابدا، كل شي موجود. الله يبارك بهالست ويعطيكم العافية. خاطركم. الله يعافيك، مع ألف سلامة. الليلة بدنا نترك المنطقة بكير يا شباب. حضروا حالكم. يعطيك العافية. الله يحميك ويعافيك يا رب. البابا وين؟ راح البيت يتغدى. وانت تغديت؟ لا بعد، بيجي البابا بروح انا، حتى ما يبقى المكتب فاضي. كان طالب مني امدي له ورقة. ايه موجودة، تفضلي. تفضل. شكرا. بعدك حاملة اسم امين؟ رح يبقى معي حتى اتذكر كل يوم إنه المختار بلغنا رسالة قبل ما يموت. هالرسالة هي اسمه. أكيد حملك رسالة. على كل حال أنت عملت جهدك وفتشت على أمين كثير. للأسف. للأسف ما طلع بإيدك شيء. ما تتصور قد إيه عمل جهد حتى أسمع منه هالاسم. أكيد هي وصية من المختار. إن شاء الله يوما ما بتشوفي أمين وبتخبريه. كل يوم عم بفكر كيف ممكن تشوفه. أنت بتعرفه منيح. كيف شكله؟ حابة تشوفي صورته؟ يا ريت. هو مطلوب حي وميت. ودي بعت شوية هدية للضابط. بعتنا له كتير، ما بيشتغل. خليكن عم تبعتوا له، الهدية بتخفف شره عن الضيعة. من يوم اللي حبس مازن 3 ساعات وأنا عم بسيره. هذا الضابط كتير مأذي.